Forza ragazzi, forza, forza l'Afriqi, on va gagner, on va gagner. واليوم نكملكم شغلنا بطبيعة الحال. السلام عليكم ومرحبا بجماهير النادي الإفريقي، مرحبا بجماهير كرة القدم التونسية بصفة عامة. بالطبيعة النادي الإفريقي حدث عام، النادي الإفريقي معناها تونس كاملة تحكي عليه، إفريقيا الكل تحكي عليه. ما نجمش أنا ما نقولش مرحبا بجماهير كرة القدم التونسية والعربية والإفريقية والعالمية. اللي معايا ما تنساوش تعملوا لابوني لابوني باش نتواصلوا مع بعضنا، وديما النجاح وراء النجاح. بصراحة مش نحكيكم على سعيد السابي، برافو سعيد السابي. سعيد السابي راهو بصراحة أنا واحد من الناس أكثر إنسان انتقدته، باش نبداو متفاهمين، انتقدته هذا كل راهو لصالح النادي الإفريقي. سعيد السابي قاعد يوري لنا اللي هو مدرب عنده شخصية قوية بصراحة. راه احنا نقولوا للمحسن احسنت وللمسيء اسأت، هذا هو اللي نجم نقولوه احنا بالنسبة لكرة القدم، وما نظلموش العباد. لاحظت اللي سعيد السابي بصراحة قاعد يقوم بريتم، الريتم معناها حاجة، معناها حاجة كبيرة ياسر قاعد يقوم بها سعيد السابي، اللي هي قوة الشخصية. اهم حاجة في المدرب قوة شخصيته. سعيد السابي تنتقد ويقول لك مثالش، نعرف ثم ناس تنتقد فيا مثالش، المهم ما تسبنيش وانتقد في راحتك. كيفي انا واحد من الناس نبي ليك سبورت، انتقد في راحتك ما تسبش، ومرحبا بالانتقاد ومرحبا بالنقد ومرحبا بكل شيء. ولكن سعيد سابي بصراحة برهن للجميع اللي هو مدرب كبير، اللي هو مدرب كبير فيش في الشخصية، في الشخصية قاعد صحيح يتبنيه وقاعد يتكون مع النادي الافريقي رويدا رويدا، قاعد يكبر مع النادي الافريقي. ما نقولوش لا، ماهوش خير منه غيره، ماهوش خير منه معين الشعباني كالعام وقت اللي نجح في الترجي الرياضي، بالرغم اللي معين الشعباني وقتها ما عندوش كارير مع الفرق التونسيه الاخرى، عنده كارير جست جاء مع الترجي في الصدفه وقت الترجي كامله نجح معاه، هز زوز وقت الشامبيونز ليج. ولكن سعيد سابي رانا قبل، رانا هلال الشابه، رانا الرجيش، رانا برشا فرق ريناهم. يعني الحاجه اللي عجبتني في المدرب سعيد السابي قاعد يتحكم في المجموعه، وملاعبيه النادي الافريقي كلهم يحبوه، وهذا دليل اللي اداره النادي الافريقي من اقوى الادارات التونسيه حاليا. وبسم الله ما شاء الله، ديما نقول بسم الله ما شاء الله على الكلوب افريكا يا خويا، سبحان الله، ماذا بينا نردوا بالنا من العينين، وديما محفوظين باذن الله بقيادة يوسف العلمي وسامي بالقاضي، هيكل الدخيل معناها، والكل كل الإطار الطبي والإطار الذهني والإطار الفني كلهم. الإطار الذهني اللي جاء للكليب أفريكان قاعد يطور في الملاعبية، برافو الإطار الذهني اللي قاعد حاليا معناها يعمل في مجهودات وحاجات باهيه، معناها امور علميه باش الملاعبي اللي يلعب رون بلاسون يحط في باله راهو يجي نهار ويكور، الملاعبي اللي يخرجوا المدرب راهي حاجه طبيعيه، تو ترجعوا تكبس روحك، اموره باهيه، برافو الاطار الذهني للنادي الافريقي. بالنسبه للجو، المجموعه نتاع الكليب افريكان اليوم سافروا، ليكيب سافرت، امورنا في النوار، تو تشوفوها في اللافيش، ملاعبيه النادي الافريقي زاهين شيخين مع المعلم صبروش ولد خليفه، صبر ولد خليفة بصراحة اللي برهن اللي هو أقوى من أسامة السلامي في الأمور الإدارية بصراحة، برهن اللي هو معناها عنده ما يقول في روحه في الأمور الإدارية. أنا كانت غايدتني كيفاش أسامة السلامي يخرج من الكليب أفريكان، ولكن طلع صابر خليفة معلم وأدها وأدود كيما يقولوا فيها المصاروة، طلع معلم ودي جوردي وقد روحه وركحلنا ليكيب وشرالنا جوالات ملاعبية. ثم شكون تسأل وسألوني من أحباء النادي الإفريقي، قالوا لي يا ندرا شكون المهندس بتاع الصفقات بتاع النادي الإفريقي، المهندس راهو صابر خليفة، صابر خليفة ومعاه المسؤولين تاع النادي الافريقي بالتشاور مع بعض الملاعبية القدامى مع فلان وفلتان، المهم شات الامور باهية، برافو صابر خليفة على الانتدابات، برافو على بسام الصرافي اللي معناها كان سين عليه شوي وغفلنا كنا يمكن نلقاوها في الترجي، برافو على غيث الصغير جابهولنا من معناها من اتحاد تطاوين ملاعب كبير ياسر، برافو على طيب المزياني ان شاء الله تجددوا له العقد نتاعو. برشا ملاعبيه العرفاوي كيف كيف، عده ملاعبيه بصراحه، الملاعبيه تاع النادي الافريقي قاعدين من حسن لاحسن. المقابله ان شاء الله ضد ريفيرز هذيه، الاولاد سافروا اليوم ان شاء الله، ان شاء الله يجيبون الانتصار ويجيو الامبيونس، لعبات شيخه، لعبات طالعه، كل شيء مريقل، الادريالين في التوب تاع الكليب افريكان، ما ناقصنا حتى شيء، فقدت حاجه وحيده عندنا المقابلات الهامه اللي باش تصير في اخر الموسم، نكونوا محتاطين ونكونوا رادين بالنا من التحكيم في تونس ومن التحكيم في افريقيا، ومهما يكون نردوا بالنا.
نردوا بالنا نقراوا حسابنا كل شيء، حطوا في بالكم راهي الكوره ثم كوره صحيح، وثم الفريق اللي يبدا طالع راهم يوقفوا حتى فريق وحتى جمعيه، ولكن زاد الكواليس نردوا بالنا منها، خاصه في تونس زعام في الكواليس، واحنا نعرفوا الكواليس هذيك نردوا بالنا منها باش نهزوا البطوله نتاعنا الاكثر الاقل. البطوله ماشيه للكليب افريكا، وراهو مش معناها احنا البرازيل نتاع العام نتاع 2002 ولا البرازيل نتاع لا احنا الكليب افريكا فريق تصلح، كنا في الحضيض اصبحنا معناها في مستويات كبيره، بسم الله ما شاء الله على الكليب سي، كل شيء ماشي في الثنيه الصحيحه اللي احنا نحبوها، ولكن الاحتياط واجب. نقول لكم الاحتياط واجب، سعيد السابي مهف وشلق بعدة حاجات، قال لهم راهو احنا ماشيين في كورة اسوندون النجم، واذا كان خسرنا الله لا قدر خسرنا ماتش خسرنا حاجة هكا ولا هكا، مش معناها باش نهبطوا دينا ونقولوا انتهى مادام خسرنا صاي الكليب مالا ضعيفة، لا اللي عملناه كل حاجة باهية تويكا ماشيين احنا واحدة واحدة ان شاء الله هكا التدرج هذاك نقوموا معناها ان شاء الله ننجحوا معناها ونتوجوا. بصراحة الهدف نتاع النادي الافريقي هو التتويج، انا قلتها اذا كان مثلا مش تتويج يا خويا بالنسبه ليا انا التتويج الاصلاني اللي هو الاستقرار الاداري والمالي في النادي الافريقي، اذا كان يصير الاستقرار المالي بهيئه يوسف العلمي وباللي باش يجي بعده واللي باش يجي بعده، يعني نعملوا مجلس اداره نتاع رجال، يوسف العلمي تسمع فيا ظهر لي مجلس اداره نتاع رجال نتاع ناس اصحاح ما تغشوناش، يزي ما تغشينا يزي غشونا يهلكهم ربي، يزي ما غشونا ويزي ما هردوا الكلوب، ما يزي من العدو الخارجي نزيدوا العدو الداخلي فينا منا فينا يسر علينا، نتجاوزوا المراحل نتاع الناس اللي تغش في بعضها خاصة منا في بعضنا. يعني ثم محلل مش محلل هو معروف صالح الثابتي يقولوا احنا هيك ما غير ما نطولوها، صالح الثابتي يحكي مع بالطبيعة في البرنامج هذاك، البرنامج ما نتفرجش فيه برشا بصراحة ما نكذبش عليكم، ما نتفرجش برشا خاطر انا نحب نحكي ديريكت مو ما نحبش خط تحريري. المهم حكايه قال يا يوسف العلمي وقت فادلك مع بسام صرار في معناه يلعب مع الملاعبية، قال رد بالك يا يوسف راهي هذه اختر هذاك حديثهم هذاك خد تحليلهم، معناه شنو اللي اختار معناه رئيس جمعيه يفدلك مع ملاعبيته ويطلع لهم في مورال واختار، ما انا كنشوفو بيريز وقت اللي صارت هكا الميز العنصري مع جونيور فينيسيوس جونيور، تي بيريز قريب يهزوا البيسين في دبي يعوموا مع بعضهم في البحر، يعوموا في البيسين في السماء في الطاقه 143، معناتها باش تفهموا معناها الرئيس راه وقت اللي يفرح بالملاعبين نتاعو هذاك دليل طلع لهم في المورال راكم باهين راكم طلعتوا رجال لا اكثر لا اقل، وهذاك اللي صاير وزيد يوسف العلمي نعرفوه شعبي، احنا راه شعبي ود المحمديه هو ود حومه شعبيه وزيد مخالط الناس وزيد معناها طبيعي انسان طبيعي يوصل متصور على موتور وعامل جو ماهوش انا، وهاكا قاعد واقف مع النادي الافريقي وهو خدمته محامي على ما يبدو، يعني عنده يقول في روحه عنده الامكانيات نتاعو كولد حومه شعبيه وكناس راجل غني واللي تحبوا نتوما وباش باش تحاربونا بالعلمي راهو حاطينه في فم المدفع، يعني العلمي اموره برجله يعرف يتصرف امور اداريه امور كل شيء ماهوش متكبر الحمد لله، هذه نعمه راهي في الكليب افريكان الحمد لله يا رب، عندنا رئيس معناها محترم ورئيس شعبي هذه حاجه باهيه وهذا اللي كنا نتمنوه، عندكم محلل شعبي نبيل ريكن سبور ما تنساوش تعملوا لابونيه في الكليبستيه، وحتى ما غير الكليبستيه حتى جماعه الترجي تفرجوا فيها بطبيعتي مش نحكي انا على الترجي في رابطه الابطال الافريقيه ومش نحكي على النجوم مش نحكي اي موضوع نحكي عليه معناها، دونك معناتها باش نكونوا معناها متفاهمين اللي النادي الافريقي ماشي في السكه الصحيحه، لا هي مقابله باش تهزنا ولا هي مقابله باش تجيبنا، مورالنا طالع الحمد لله كل شيء مريقل، الكليب افريكان في التوب نحمد ربي نشكروه، ولكن راهو ثم حاجات ماذا بينا تصير، الفريق نتاعنا عندنا افكتيف نتاع 25 ملاعب موجودين، الاولاد كلهم متواجدوا بخلاف غايه الصغير اليوم ما سافرش مع الخير على ما سافر خاطر هو عنده اصابه، كينغسلي ايدو باش يرجع يكور، المزياني ان شاء الله باش يرجع يكور، اصرار في بسم الله ما شاء الله، الديفونسرات تصلحوا الامور مريقله، وسام يحيى جولد بوي معناتها يمكن ياسر بيكورو اليوم باش يكور في بلاصتو، التشكيله المحتمله نتاع النادي الافريقي معز حسن في حراسه المرمى، مش نحكي لكم عليها تو تقييم الملاعبيه ومش نزيدكم اكثر واكثرين. بالنسبه لمعز حسن الحارس الاول للنادي الافريقي باه والحارس الاول نتاع المنتخب التونسي، باش تقول لي معز حسن عنده بعض الاخطاء، ما ثمش حارس في تونس حاليا ما عندوش اخطاء،
هذاك اللي عندك يلزمك الملاعب هذايا اللي هو حارسنا الممتاز معز حسن، يلزم جلال القادري ومحبي المنتخب التونسي يعطيوها قدره، محبي الترجي والنجم ما تبداوش نقلبوا في الواقع، نقولوا الحق معز حسن احسن حارس في تونس بالخبره باللي نحبوا احنا، يعني هذاك هو الحارس نتاع النادي الافريقي وحارس المنتخب التونسي في كاس امم افريقيا. بخلاف هذا راهو تخفيص. مش تقول لي ايمن دحمان حارس يقبل 40 بونتو في البطوله السعوديه معناتها وتحبني انا نهزوا للمنتخب ونبدا نقول لا ميسالش خرج له مورال والنص سي نابورت كوا، هذا يتخلويض عندي انا كان نوصل نهز ايمن دحمان. ما يستاهلش ايمن دحمان باش نهزوا المنتخب، انتهى بصراحه. تش يصلح روحه يمشي يشوف فريق اخر، ولا يمشي للنادي الصفاقسي يرجع له، ولا يشوف حل. هذا هي كره القدم الصحيحه ويزينوا من الغشه. معاذ حسن الحارس الاول نتاع المنتخب وبدون نقاش. أريا دروا غيث الزعلوني في المنتخب هذاك كونفيرمي المقابله اللي فاتت. أريا رقوش محمد امين الحمروني موجود في الرحله نتاع ريفيرز ويستحق باش يكون في المنتخب التونسي في قادم الاشهر. في قلب الدفاع عامر العمراني معاه توفيق الشريفي، هذوما زوز كونفيرمي بريغلين، ولكن لو يا حبذا لو ننتدبوا قلب دفاع معروف كبير ياسر، راهي تمشي امور الكليب افريكا طياره، تمشي الامور الكليب افريكا عالميه، تمشي الامور فل كما يقولوا فيه. رقم ستة احمد خليل معناتها وبدون نقاش فك بلاست ولا غير فك بلاست. واحمد خليل انا ما نحبذوش كتصرف، تعرف علاش ما نحبذوش؟ خاطر عنده 10 سنوات في الكليب افريكان. نتفكر انا احمد الاخر اسمه اللاعب الترجي هذاك الرقوش احمد خليل شمام، وقال لي لا في الترجي على الاقل هو ما يحبهوش برشا في الترجي، ولكن يعطي في البلوس مره بكفران ساعات يماركيها مره سونتراج يماركو صحابه. احنا خليل ما حبش يمارك التو، راك بيفو يا خليل تنجم تمركي، راه مش عيب راه باش تمركي بونتوات. ولكن احمد خليل تصلح، برافو احمد خليل، ما نبقاش ما نكثرش عليك. ان شاء الله نهارة المقابله هذه نعرفك بديت تحط في قلبك، ويمكن راهو جلال القادري عيط لك راه باش نبداو متفاهمين. بالنسبه البيكورو احسن ملاعب في النادي الافريقي في نظري انا وفي نظر الناس الصحاح اللي يفهموا كوره. باش نعطيكم حاجه، هو لاعب المنتخب الغيني قريب يحطوه فوق راسهم كابيتان راه في منتخب غيني. راه منتخب غيني على فكره انتصر على تونس في الخمس سنوات الاخيره، انتصر علينا مرتين، قليل باش تلقى منتخب انتصر على تونس. غيني الاستوائيه انتصرت على تونس في كاس امم افريقيا كالعام، وانتصرت علينا في المقابله الاخرانيه نتاع التصفيات نتاع كاس افريقيا، يعني ماهوش شويه راه منتخب غيني الاستوائيه، وهاو كان متصدر الترتيب مع المنتخب التونسي، باش يلعب معانا اكزيكو على الترشح لنهائيات كاس العالم، يعني ما تحقوش ما تمشيش تقول حكايه فارغه وعاديه، لا لا، امور كونفيرمي جو باهي. سعيد السيب اش قال؟ قال راهو ابيكورو باش نعطيه فرصه كامله، وراهو الناس الكل تعرف اللي هو كوارجي، انا بدي نعرف كوارجي. مالا يا سعيد علاش تهبط علينا تخلي الناس تنتقد فيك وتخلي ما تلزش روحك، ملاعبي سي ملاعبي، راهو كوارجي سي كوارجي، ما تحكيش باش تقول لي هاو كمان دمجتي انت تخليه يندمج، انا باش نخليه يندمج؟ النجم راهو صحيح انا وغيري وجمهور الافريقي راهو ردوه يندمج، راهو مقابله زوز في ملعب رادس يندمج راهو، ولكن يا خويا الراجل عطيه فرصته، راهو مش فرصته مش مزيه زاده من الاخر، راهو هو كيما درامان تراوري كيما الكسيس من الاخر. دونك مع احمد خليل باش يكون قدام شويه اللي هو بيكورو ولا هو احمد خليل، بولي فالون يطلع هذا يرجع هذا من ريغلين، راهو كمش يعاونك احمد خليل. دونك كون صاحب بيكورو ما تكونش عدو ليه، باش تحط في بالك راهو كوارج عليك من الاخر، وطياره مش كوارج طياره من الاخر نقولها وكلمه حق، واحنا على الفريق راه. واحمد خليل باهي بصراحه ما نكثرش عليك خاطرك انت زوالي وعاقل وكل شيء، دونك ما نكثرش عليك، ان شاء الله بالتوفيق احمد خليل من الاخر. بالنسبه للديميات معناها عندنا اربعه اثنين هذوما اللي سميتهم لكم، زوز في الوسط اللي هما بيكورو ومعاه احمد خليل واضحين، الاربعه المدافعين بقاو المهاجمين اللي هما معناها باش يكون فيهم شهاب العبيدي على خاطر كونفيرمي الجوله اللي فاتت باش يكون صانع العاب شهاب العبيدي، الفوق الجناح اللي هو رشيد العرفاوي، الجناح على اليمين وعلى اليسار رشيد العرفاوي على اليمين وبسام صرار في على اليسار، وقلب الهجوم يختار بينات كينغسلي ايدو وحمدي العبيدي. ولو اني انا مع حمدي العبيدي نحب يلعب الماتشوات هذه كل، ماذا بيا سعيد سيب تكون ذكي شوي وتلعب حمدي العبيدي جميع المقابلات، على خاطر حمدي اذا كان تلعبوا اساسي راهو باش يكون في المنتخب التونسي بدون نقاش، دونك تلعب حمدي العبيدي. ملخص الحديث على الجمعيه نتاع الكليب افريكان وعلى التشكيله هذه، اللي النادي الافريقي راهو عندنا يمكن خمسه ملاعبيه يستحقوا باش يمشيوا للمنتخب التونسي في كاس امم افريقيا، وراهو الكاس امم افريقيا وصل قبل شاركوا فيها سبعه ملاعبيه من الاطوال، وصلنا للدور النهائي عام 96، عام 2004
شاركوا فيها يمكن 17 ملاعب من البطوله التونسيه كلهم من البطوله التونسيه، وبالرغم من ذلك فزنا بكاس افريقيا. عده سنوات شاركنا بعض عده ملاعبيه محترفين بالخارج يمكن 20 ملاعبي وتحلم الدور الاولاني. دونك ما ثمش تفرقه بينات ملاعبي يلعب في الاوروب وبينات ملاعبي يلعب في البطوله التونسيه، ما ثمش فرق بينات ملاعبي معناتها متكون ومولود في فرنسا ولا في المانيا وملاعبي مولود في تونس. كلنا توانسه، كلنا تونس تجمعنا نحبوا نحيوا التفرقه، لذلك تنجم تنجح المنتخب التونسي وتنجح النادي الافريقي. النادي الافريقي في السكه الصحيحه، النادي الافريقي ان شاء الله السفره تاع اليوم ان شاء الله يجيبوا لنا الانتصار. انا نقول التعادل 1-1 نفرح، نبدا فرحان خاطر مستنستش ما نكذبش عليكم، مستنست بالفرحه في جوله الفرحه، استنستها ومره نربحوا مرات نخسروا مرات نتعادوا، نلقى الكليب افريكا كيزيد فوق الماء بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله نواصلوا على المستوى هذايا، المستوى هذايا يفرح، المستوى هذايا يسر، ولكن الهدف نتاعنا الالقاب، اللقب في جوله اللقب، نحبوا النادي الافريقي، ما عادش نرجعوا بالتوالي، ما عادش نراو لواحنا في كاس الكاف، نحبوا ديما في الشامبيونز ليغ، السوبر ليغ الافريقي، وشنيا هالفرق اللي مشاركه في كاس ربيع الابطال، شنيا هالفرق ما جاو شيء. المره فاتت بيترو اتلتيكو، اتلتيكو يربح النجم الساحلي في سوس في تونس، معناه كان جات الكليب افريكا رانا عطيناها بثلاثه ولا اربعه، يعني الترجي الرياضي انهزم ضد الهلال السوداني، الهلال السوداني ربحناها احنا في ماتش اميكال مرتين زوز واحد وزوز بلاش، والهلال السوداني عمل استعداد كبير وخطط يقول لك نلعب مع النادي الافريقي، وفعلا جاته المنافسه الافريقيه مع زوز فرق توانسه، الهلال السوداني عمل مفاجاه كبيره وانتصر على الترجي وقاعد يتقدم في كاس ربيعة الابطال الافريقيه، النادي الافريقي كيف كيف قاعد يتقدم وقاعد نقدمه في مستويات باهيه، نحطوا ساقينا على القاعه والخير قادم للنادي الافريقي وفيفا فرزة السيارة.